اهلا اهلا وسهلا الجمهور ديال اشواق. كنشكر بزاف الموقع ديال اشواق لانه فريمون ديما متابعني باش يشوف يعني متابعني في الجديد ديالي الفني وجميع الاحداث متابعه معايا. فريمون هذا شرف كبير ليا وكنشكر بزاف فهد الصحفي الجميل كاع وكريمة وسط فنانة ديالنا القديرة، الصغير والكبير كيعشقها، هذه حاجة طبيعية لأنها فريمون كانت كتدخل جميع المغاربة منين ما كانش كاع على التليفون لا والو، يعني أفلام ديالها شاهدين عليها والمسلسلات ديالها. يعني كريمة عندي معها واحد القصة زوينة بزاف كتجمعني معها علاقة حب خدمة، يعني بزاف بزاف بزاف. وكيف كتشوفوا انها كانت اشتغلت معايا في واحد العمل الفني اللي هي اغنيه بعنوان مشى وخلاني اللي هي بكلمات والحان بدر الدين المعروفي الموزع زهير الحصادي. تم التصوير ديالها في دار بلغازي في مدينه سلا، ومن ثم تطورت العلاقه ديالي انا وكريمه وسط ولينا احباء واخوت. وبالعكس كريمة عندها واحد الروح زوينه زوينه بزاف، وانا فرحان ليها انها مشات لدغني مول تركيا وفوجت شويه، وهذه فريمون شي حوايج اللي تزادوها في حياتها تعجبوني، وكنتمنى لها فريمون كل خير وكل شيء. نو بالعكس شرفتني في الحفل التوقيع ديال الاغنيه ديال كرهت الليل، دوزنا واحد العشيه جميله جدا وراكم نتو حاضرين معنا بيان سور وشتو الاجواء كي دايره. كان برهنت لي الحب ديالها لانها جات فريمون شرفتني في الحفله ديالي، وانا سعيد بزاف انها فريمون كانت متواجده من بينها وبين الفنانين. كنوجه واحد الشكر كذلك لجميع الفنانه الاصدقاء اصحابي اللي كانوا متواجدين في الحفله. وكيف كتشوفوا العمل ديال كرهت الليل اللي هو القس احسان زوين عند الجمهور، هو غادي تبارك الله كيوصل للجمهور ديال عبدو السلاوي، وعبدو السلاوي الجمهور ديالو تيتكاثر نهار على نهار. كنشكر بزاف ليكيب اللي اشتغلت معايا في هذا العمل، الكلمات والالحان ديال أسامة عبو، الموزع الرائع الغني عن التعريف اللي هو أشرف بن صفية، وكمان عزف الكمان ما نساوش هو أحمد الشرقاني، وما نساوش كذلك مصطفى العنتاري عازف الإيقاع. وتم تسجيل ديال هذا العمل في استوديو مهدي محجور، وتصورت ما بين سلا والرباط. ما نساوش المخرج عادل أجاها، كنوجهوا له واحد التحيه من هذا المنبر. وكان عمل مشترك مع وجوه جميله تضافت ليا في العائله الفنيه ديالي، اللي منهم لي موديل اللي شاركوا معايا في هذا العمل اللي هو بيدرو، ياسين، سكينه، خالد. يعني ضافوا لي واحد الوجوه زوينه تزادني في الفيديو كليب، وهذا شرف كبير لي. هاي 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 وهاديك دبابينه، هاي 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 وقول الحق الموت كاينه، واحد تهنين وانا معاينو غير وحدي في الدار، تاين 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 تاين. لا بالعكس كريمه وسط الناس محتفلين بها، الرجوع ديالها للارض الوطن بخير وعلى خير بصحه جيده، الناس كاملين كيبغيو كريمه وسط. بالعكس عندها واحد الحفله انا كذلك من المعزومين انا والاصدقاء ديالي، وعندها دايره حفله في مدينه الدار البيضاء، وصيفطت لي الدعوه وبيان سور لبيت الدعوه ديالها ونمشي وننشط معاها ونحتفل معاها. ما خاطر كانوا غادي يشنقوا عليا ويجيبوا شي عدول، انا كنعلمكم راه ما كاين والو. وهادشي اللي كاين، وكاينين صحابي تا هما ان شاء الله ومعروضين وغيكونوا معايا. شوف كريمه وسط ما جمعنيش بيني وبينها غير عمل، دخلت لدارنا شافت الوالده ديالي، شافت الاوضاع، شافت عبدو السلاوي ما وراء الستار، يعني شافت عبدو السلاوي
من غير الكليبات، من غير الاعمال الفنيه اللي كنقوم بها، يعني تقربت مني بزاف. وشفت عبدو السلاوي والقلب ديالو كي داير بيان سور، وعرفت انا قلبها والمعاناه اللي كتعاني. بالعكس ارتحيت ليها وتا هي مرتاحه، والله يدومها محبه ويدومها صداقه واخوه، وكنتمنى لها الخير والتيسير. هادشي اللي كاين، اما الاشاعه ديال الجواز ولا غنتزوج بها ولا هذه، بالعكس هي اخت الكبيره ديالي وسبقاني في المجال الفني، وانا كنحترمها وكنحييها من هذا المنبر. وعلاش لا، كريمه وسط جميله جدا، عندها واحد الروح زوينه، كنتمنى لها علاش شي حد اللي يناسبها وتكمل معها حياتها. علاش ما هي بشار وغزاله تبارك الله، وكيحبها الصغير والكبير. سعدات هذا راه محدود اللي غياخذها بعدا اول حاجه، والله يسهل عليها. علاش لا، كنشكر بزاف موقع اشواق على هاد التغطيه الصحفيه وعلى هاد التوضيح ديال الجواز ديالي ما بين كلمه وسط اللي غادي يقوم في نهار الخميس، يعني لاشاعه ما كايناش. وكنتمنى لها بالعكس الصحه والسلامه وطول العمر وكل المتمنيات. وكنشكر بزاف الجمهور ديال اشواق اللي من خلالكم تعرف عليا ومتبعني. وما ننساش بزاف نشكر واحد الاخ اللي جا معايا كيشجعني وفريمون كيقول واحد الكلام في حقي اللي هو جميل. نعطيكم تسمعوا الكلمه من عنده وانا كنموت عليكم. تبارك الله عليكم. السلام عليكم متتبعين قناه اشواق. بعد المناسبه ديال الطرح ديال الصديق العزيز الفنان ديالنا عبدو السلاوي الاغنيه ديالو بعنوان كرات الليل، صراحه كنشكروه بزاف. اولا لانه متعنا بهذه القطعه اللي هي فيها احساس، خدمها باحساس، خدمها بمصداقيه، خدمها بمسؤوليه، لانه عنده واحد اللمسه دارها في الاغنيه اللي كيف ما قلت البارح في واحد الموقع سهل ممتنع. هي يعني قطعه مخدومه بواحد الطريقه بسيطه، ما فيهاش بزاف ديال الشخص، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، ولكن اللي سمعها كتبقى لي في الاذن ديالو كيحاول يسمعها ويعاود يفهمها ويعاود يفهمها. صراحه كنبغي نشكروه مره ثانيه، وفنان هو طلب مني كلمه في حقه، انا غنقولها زعما من القلب الخالص. فنان متواضع، تيخدم تيبغي الفن، هو فنان بالفطره، يعني اللي الناس اللي كيعرفوه راه كيلمسوا في هذه القضيه هذه. كيبغي يخدم، كيبغي توسكي اخ، كيبغي يتحرك في لو دومين ديالو، وعنده بزاف ديال الانرجي وبوزيتيف في لو دومين، فيه الجهد باغي يعطي. خاص معاه من الناس اللي تمد ليه اليد اللي تعاونوا، الناس اللي خدموا معاه كتعرفوا لو دومين ديال توسكي اوديو فيزيوال ارتستيك. صعيب شي شويه كيبغي جنود خفاء يكونوا تكون زعما واحد الارضيه صلبه اللي وقف عليها، يعاونوه الناس، يوقفوا معاه، يسبورتيوه، يشوفوا داكشي اللي كيعطي وداكشي اللي كيخدم. ونتمنوا له التوفيق في المسيره الفنيه ديالو، ونتمنوا له المزيد من العطاء والمسيره الشخصيه زعما ديالو. حتى حنا كنتسناو الخميس باش نعرفوا شنو كاين، واش مخبي علينا شي حاجه، واش كاين شي زواج ومخلينا مفاجاه، حنا من المعروضين نشوفوا هادشي اللي كاين. نقول لك كاين اخويا. بالنسبه للنهار الخميس ان شاء الله، يعني انا كموديل وكعضو مشارك في الفيديو كليب ديال الاخ الصديق الفنان عبدو السلاوي، الشاب الخلوق والمتواضع والخجول اذا صح التعبير. الخميس لربما تقدر تكون شي مفاجأة على ما أظن، كأنني صديق مقرب إليه، انتظروا شي مفاجأة إن شاء الله نهار الخميس بصدد خبر الفنانة كريمة وسط مع السي الفنان عبدو السلاوي. بالنسبة للخدمة للعمل اللي اشتغلت مع السي عبدو السلاوي، العمل داز في واحد الظروف اللي هي إن صح التعبير عصامية. كان واحد هو الجمهور انه غادي يطرح واحد الفيديو كليب في انتهاء السنه ديال 2021. من ضمن الناس اللي سمعوا الفيديو كليب الاولين هو انايا، كيشفش انا الفيديو اغنيه فوالا، وعجبتني لواحد الدرجه اللي واحد الدرجه اللي ما يمكنش. سمعت انا الاغنيه قلت ليه ضروري خصني نصور معك هذا الفيديو كليب، لحقاش كيحكي على واحد الشخصيه فوالا، واحد الشخصيه اللي كتكون عندها واحد لو بروبليم مع الليل،
يعني دي جون عندهم بروبليم مع الليل كرهت المزا منه كرهت الشموع واللي كيغيب يعني الانسان اي واحد كيبغي يمشي ينعس بالليل عنده واحد الهاجس وعنده ديما واحد السيده كيشعود ليه في دماغه اي انسان كيف ما كان كنتمنوا من الجمهور ديال يعني كنتمنوا من الجمهور ديال اشواقع يشوف فوالا يشوف الليل يشوف هذا الفيديو كليب ديال كرهت الليل حيت كيلخص يعني كيلخص اي انسان عنده واحد الهاجس كيعيشو في الليل سواء يعني زوين سواء خايب يعني اي انسان كيحط راسو في الوساده كيما كيغيفليشي النهار كيفاش داز عنده والجو يعني الاجواء دازت يعني جميله وداز فيها المراح وكان اكتشفنا الناس سيعبدوا يعني من واحد النوع اللي زارتيست اللي هما صبارين كيصبر وكيضحي ويعني كيعطيك اكثر من اللي هو في الطاقه ديالو كنتمنوا يعني يكون عنده واحد لاباز ويتسبونسوريزا يعني ويمشي ان شاء الله بعيد لحقاش موهوب فنان بالفطره ونتمنوا ليه ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله في الطريق الفني ديالو حلول السنه الجديده كنتمنوا ان شاء الله بالنسبه لحلول السنه الجديده 2022 كنتمنى ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وكل المتمنيات وحيد علينا ربي ان شاء الله هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه حيت فريمون عينا بغينا الحفلات بغينا المهرجانات بغينا نرجعوا لديك الروح اللي كنا فيها وكنتمنوا سنه سعيده لملكنا محمد السادس نصره الله ان شاء الله يبقى ديما على فوق راسنا احنا كاع المغاربه ومفخرة لينا ان ملك والله الوطن الملك سنه سعيده اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله